على وقع نتائج جولة مشاورات ستوكهولم بين الحكومة وميليشيا الحوثي، تدخل الأزمة اليمنية منعطفا جديدا. من الواضح أنه سيكون المنعطف الأشد تأثيرا منذ تدخل التحالف في اليمن. أهلا بكم إلى فضاء حر. لا يبدو الأمر مقتصرا على انطلاق مرحلة تدوير الأزمة اليمنية، والتي يتم تدشينها بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق الحديدة، لكن هذا الأمر يأتي مترافقا مع إصدار مجلس الأمن قرارا جديدا لدعم اتفاق الحديدة. لكن البعض يرى في القرار الجديد بديلا عن القرار الأممي 2216 أو متجاوزا له، انتهاء ما يمكن تسميته حقبة 2216، تعني من وجهة نظر هؤلاء انتهاء مرحلة التعامل مع الأزمة اليمنية بصيغتها العادلة بين حكومة شرعية وانقلاب، إلى التعامل على أساس طرفين متساوين في الشرعية. وهذا ما يجعل نتائج الحلول المطروحة تصب بالضرورة في صالح ميليشيا الحوثي بنظرهم، نظرا لاعتبارات كثيرة أهمها ضعف السلطة الشرعية وعدم تحقق وجودها فعليا على الأرض في المناطق التي يفترض أنها تحت سيطرتها. إزاء كل هذه التحركات، تعلن الحكومة تمسكها بكونها المكون الشرعي في الأزمة اليمنية، وأنها لن تتخلى عن هدف إسقاط الانقلاب إلا وفقا للمرجعيات التي أكد عليها الجميع خلال الفترة الماضية. إذن ما هو تأثير القرار الجديد على مسارات الأزمة اليمنية؟ وماذا يعني صدور قرار أممي بشأن اتفاق لم يتم توقيعه من قبل طرفي الأزمة؟ وما هي خيارات الحكومة في هذه اللحظة؟ لمناقشة هذه التساؤلات سيكون معنا من كندا الناشط السياسي دكتور عبد القادر الجنيد، ومن القاهرة رئيس مركز البحوث في وزارة حقوق الإنسان وليد الأبارة. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الأبارة. إذن القرار جديد في مجلس الأمن، ما هو مصير المرجعيات التي تتمسك بها الحكومة؟ أخوة المشاهدين، أهلا بك. القرار لا يتعارض بشكل أو بآخر مع المرجعيات الثلاث، هذا من ناحية، لكن في مجمل الواقع أي اتفاق للنار في مدينة الحديدة بدون أفق سياسي واضح المعالم لا شك بأنه سيصب في مصلحة عصابة الحوثيين الإرهابية، هذا من ناحية. من ثانيا، وقف إطلاق النار أيضا رأينا خلال الأيام الثلاث الماضية كيف انعكس على جبهة صرواح ونهم والجوف، بمعنى على أن الحوثيين استطاعوا بشكل أو بآخر أن يعززوا هذه الجبهات بعد أن كانت الحديدة هي شغلهم الشاغل باعتبارها واحدة من أكثر المعارك التي تم استنزافهم فيها، وأيضا خسروا فيها الكثير من المعدات والكثير من المقاتلين. لا بأس، السلام مطلب كل اليمنيين، السلام العادل القائم على المرجعيات الذي يمكن أن يعيد الاعتبار للدولة وأن ينصف الضحايا وأن يقدم المجرمين للعقاب، هذا السلام هو السلام الذي يمكن أن يدوم وأن يستدام. لكن أي مجمل أو ما حدث في اتفاق الحديدة بأنه يراد أن يتم عزل الحديدة والتعامل معها كأنها منطقة خارج الجغرافيا اليمنية وأيضا خارج الواقع اليمني والمشكلة اليمنية برمته، وهذا الأمر بالفعل يعني يدعو، يعني ليست المشكلة بالقرار، هل المرجعيات ستبقى موجودة؟ لا خوف على المرجعيات التي تتمسك بها الحكومة، حتى أنتقل لضيفي الآخر في هذه النقطة. فيما يتعلق بالمرجعيات، أعتقد على أن القرار في حتى في ديباجتي يؤكد سواء على المرجعيات الثلاث أو على الوحدة الوطنية ولا يؤثر عليها، ولكن نعم. السؤال طيب. أنا من سيبقى سننتقل إلى بقية النقاط، دعني أسأل في هذه النقطة أيضا ضيفي الآخر دكتور الجنيد. أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد القادر، برأيك هل هذا القرار الجديد في مجلس الأمن الذي سويط عليه قبل قليل سيذهب بالمرجعيات التي تتمسك بها الحكومة؟ ما مصير هذه المرجعيات؟ لو سمحت أول خليني أتكلم على إيش معنى كلمة المجتمع الدولي.
وأنا من استعراض تصرفات المجتمع الدولي في مع اليمن بالست أو السبع سنوات الماضية، أنا لا أثق بالمجتمع الدولي ولا أعتقد أنه كان له أي تأثير في اليمن. البعض منا يعتبر المجتمع الدولي كأنه أبونا وأمنا، وأنه هو الذي سيعمل وسيعمل وسيعمل. طيب إحنا كان معانا القرار مجلس الأمن 2216، 2216 يعني مجتمع دولي. إيش عمل لنا 2216؟ هو عمل والحوثي إيش تم معاقبته بموجب 2216؟ الإجابة ولا شيء. لكن الحكومة دوما ما تتمسك بهذا القرار دكتور. هذا من عيوني أخي وجيه. لا، إذا المهم مدام هو هذا المجتمع، المجتمع الدولي كمان في حاجة اسمها توازن القوى على الأرض. المجتمع الدولي لن يعمل أي شيء لا وجود له على الأرض، هو يعكس توازن وألعاب القوى على الأرض. إذا القوى اللاعبة على الأرض غير موافقة على قرار المجتمع الدولي، المجتمع الدولي لن يعمل شيء، لن يرسل أي قوات، لن يرسل أي محاصرة، لن يمنع شيء، لن يحجب شيء، لن يمنح شيء. إذن هو بدون أثر. وهذه المداولات اللي شفناها قبل شوية هي بينهم بين روسيا لا تريد ذكر إيران، الأمريكا لا تريد ذكر الحالة الإنسانية، هي أشياء بينهم بين، يعني ما تخصناش. النقطة اللي بعدها، هم أصلاً ما لا يهتمون باليمن. نحن نعتقد أن المجتمع الدولي هو مهتم باليمن وأنه سيحل مشاكل اليمن، لن يحل شيئاً. أنا بالنسبة لي متجمل من المجتمع الدولي بشيء واحد فقط، وهو مخرجات الحوار الوطني، الباقي كله هو هراء في هراء. طيب دعنا نقف في هذه اللحظة عند هذه النقطة. أعود إلى الأستاذ الأبارة. الحكومة سيد الأبارة دوما ما تتحدث على أنها متمسكة بالمرجعيات الثلاث. كثيرون بهذا يعني بعد يعني أثناء صدور وتداول هذا القرار البريطاني الجديد مسودة القرار، حذروا بشكل كبير من مسألة تجاوز لمرجعية القرار 2216 بالتحديد. ما هي مخاوف الحكومة؟ أستاذ وليد، أستاذ وليد هل تسمعني؟ إذا في إشكالية في وصول الصوت. أعود إليك دكتور عبد القادر. الآن أنت لا تؤمن كما يبدو بأن المجتمع الدولي سيضغط بقوة على مسألة إنهاء المسألة في اليمن إلا بما يتوافق مع مصالحه، لكن هل يمكن أن يؤثر هذا القرار أن يشكل نقطة انعطاف في مسار الأزمة اليمنية؟ سأجيب على سؤالك للأخ الأبارة. الشرعية ليس معها إلا أن تصمد وتصمم على كلمة المرجعيات الثلاث. بدون المرجعيات الثلاث تنتهي الشرعية ولا وجود للشرعية. صحيح المجتمع الدولي لن يؤثر بشيء إلا بقدر ما يجري من أشياء داخل الأرض وصراع القوى داخل الأرض، لكن الشرعية الآن ليس معها إلا المرجعيات الثلاث، فيجب أن تعض عليها بالنواجذ. طيب أعود إليك إذا أستاذ وليد، يبدو أنه عاد إلينا. أستاذ وليد أسألك، كنت أن الحكومة تتحدث دوما على مسألة المرجعيات الثلاث وتتمسك بها، هناك خاصة القرار 2216، هناك الكثيرين حذروا من أن القرار الجديد الذي أقر اليوم قد يضرب هذه المسألة ويشكل مرحلة أخرى جديدة. ما مصير هذه المرجعيات الآن؟ المرجعية الثلاث بنيت وفق سردية أممية استطاعت أن تضع الإطار المنهجي للمشكلة اليمنية أو التفسير المجمع عليه في مجلس الأمن والمؤسسة الدولية، مؤسسة الأمم المتحدة وبقية المؤسسات التابعة لها. وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي الأمم المتحدة لتناقض نفسها، هذا من الناحية. ولكن السؤال المهم الآن، هل القرار هناك ما بين التفسير السياسي مجمل القرار 2216 وتفسير السياسي للأزمة اليمنية، لكن القرار الآن أو الذي تناول شأن الحديدة هو في مجمله عسكري وليس سياسي. ويجب هنا أن نفرق ما بين ما هو عسكري وما بين ما هو سياسي. لنفترض مثلا أنه تم الضغط على الحوثيين
بعدم الدخول إلى صنعاء. كان هذا القرار سيصب في مصلحة الشرعية السورية وفي مصلحة اليمنيين. الآن يتم وقف إطلاق النار بينما القوات العمالقة أصبحت بالفعل داخل المدينة، مدينة الحديدة. لمن مصلحة وقف إطلاق النار؟ لمن مصلحة برأيك؟ وأنت يعني وأنت مدير دائرة البحوث في وزارة حقوق الإنسان، في مصلحة من هذا القرار؟ أعتقد أنه سيصب في مصلحة الحوثيين، لأن الهزيمة لن يكون في مصلحة المواطن اليمني البسيط أستاذ وليد الذي يموت في الحديدة وفي أماكن أخرى أيضا. يا أستاذ العزيز، وقف إطلاق النار مقابل انسحاب الحوثيين من المدن الرئيسية وتسليم السلطة للشعب سيكون هذا السلام لمصلحة اليمنيين، ولكن منع أو وقف حاجز صد أمام هزيمة ميليشيا الحوثيين هذا يصب في مصلحة جماعة سلالية عرقية جرت اليمن إلى العنف. إذن لماذا طيب وافقت الحكومة عليه في اتفاق السويد؟ نحن نتحدث عن شغل دولي ممنهج، هناك ازدواج في تطبيق القانون الدولي في اليمن مقارنة مع أكثر من دولة، هناك ازدواج في تطبيق القانون الدولي الحقوقي في اليمن، هناك ازدواج في تطبيق القانون الدولي الإنساني في اليمن. إذا نحن شاهدنا كيف أن المجتمع اليمني، أن المجتمع الدولي منقسم فيما يتعلق بالأزمة اليمنية وخصوصا في المجال الإنساني والحقوقي. الآن فيما يتعلق في الملف العسكري رأينا أيضا هناك انقسام داخل المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، سواء وانعكاساتها، سواء فيما يتعلق بالصراع الإقليمي، سواء فيما يتعلق بالصراع الدولي. إذا هناك انقسام واضح، بل أحيانا يصل إلى أن يسمى، يمكن أن وصفه بانقسام حاد داخل المجتمع الدولي. هذا ينعكس سلبيا على الواقع العسكري والسياسي في اليمن. الآن هناك أطراف دولية تحاول أن تنقذ الحوثيين في الحديدة، ما يحدث تحركات البريطانية، تحركات الدبلوماسية البريطانية على كافة الأصعدة كان يصب في محاولة إنقاذ الحوثيين في الحديدة. لا أحد من اليمنيين يمكن أن لا يقبل بالسلام، ولكن هل يمكن أن يلتزم الحوثيين بالسلام؟ هل يمكن أيضا أن يشكل هذا الدفع المعنوية للميليشيا الحوثيين؟ طيب ماذا قدمت الحكومة أمام كل ذلك أستاذ وليد؟ يعني أنت تتحدث عن وضع صعب وعن مجتمع دولي كما تقول يؤيد الحوثيين، لكن أين الحكومة؟ أين حلفاء هذه الحكومة من كل ذلك؟ الحكومة هناك دائما السياسة فن الممكن. الحكومة تعمل على المستوى العسكري، هناك أكثر من 13 جبهة. على المستوى السياسي والحقوقي والإنساني هناك صراع في كافة المؤسسات الدولية وعلى كافة المستويات. نحن نتحدث عن جزئية الحديدة. الحديدة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر لعب على الورقة الإنسانية، هناك محاولة ضخ إعلامي كبير يحاول إقناع المجتمع الدولي بأن المنفذ الوحيد لإنقاذ اليمنيين هو ميناء الحديدة. نحن نعرف على أن ميناء الحديدة هو جزء من سلسلة موانئ يمنية، وعلى أن ميناء عدن يحتل موقع استراتيجي ربما يكون واحد من أهم الموانئ في العالم. كل هذه الأوراق، ملف المساعدة الإنسانية، ملف الأوبئة، وميناء الحديدة أيضا مفتوح، يعني متواجد تحت سيطرة الحكومة كما هو مفترض، يعني مناطق محررة. صحيح صحيح، ولكن أيضا لا يجب أن نبالغ فيما يتعلق في اتفاق الحديدة. أولا مسألة إيقاف النار، وقف إطلاق النار، أنا أعتقد على أن كل الشروط الموضوعية الآن فيما يتعلق بهذا الاتفاق على أنها هشة ومن الصعب تطبيقها لأسباب كثيرة جدا. هذا من ناحية، ومن الناحية الثانية ربما لو تم بالفعل التمسك بهذا الإنجاز الهش الموجود في الحديدة فيما يتعلق باتفاق ستوكهولم، أعتقد بأنه يوفر فقط تحسين شروط إطلاق النار في اليمن، مع إبقاء الحديدة لها وضع خصوصي فقط. يعني لا الأزمة اليمنية ستنحل، لا يوجد هناك مسودة أو خارج. طيب دعني أنتقل إلى ضيف آخر بشكل شامل. دعني أنتقل الآن إلى ضيف آخر في هذا السياق. سمعت ما تفضل به الأستاذ وليد الأبارة دكتور عبد القادر، هل تتفق على أن الحكومة في الأخير تلعب بما هو ممكن، تمارس السياسة وفقا للممكن؟ أنا شخص بسيط، حصلت قضية خاشقجي، قرر المجتمع الدولي أن السعودية يجب أن تدفع ثمنا ما، وبهبالة منقطعة النظير قرر أن هذا الثمن يجب أن يكون في اليمن. ضغط ضغوط على السعودية لم تستطع أن تصمد أمامها.
فضغطت على الشرعية لتذهب وتوافق على ما يريده مارتن غريفيثس. هذا من جهة، هذا نقطة، من غيرها الباقي كله يكون كلام إنشانة بالنسبة لي. بالمقابل راحوا الجواد ظريف وزير خارجية إيران، رئيسة اللجنة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وجيريمي هانت وزير خارجية بريطانيا، وهناك أقنعوه أنه يقنع الحوثيين. لا الحوثيين في يوم عادي كانوا بيروحوا ستوكهولم، ولا الشرعية في يوم عادي كانوا بيروحوا ستوكهولم، ولا السعودية في يوم عادي كانت ستوافق على ما يجري في ستوكهولم. هذه كلها مستجدات خلال الشهر الماضي من بعد 2 أكتوبر. جواد ظريف حصل على انتصارين. واحد، سمح له بإطلاق صواريخ متوسطة المدى بدون ضجة، لأنه عارف أن الأوروبيين والأمريكان سيصمتون. والثاني، أقنع الحوثي أنه سيتم ترقيته، سيترقى من متمرد انقلابي إلى طرف نزاع، فذهب وحصد ما حصد. مقابل هذا الشيء عملوا اتفاق ستوكهولم الذي هو فضفاض للغاية ولم يوقع عليه أحد، ويمكن أن يفسره كل طرف كما يشاء. وعلى الأرض ستكون هناك تجاذبات، وكأنك في مشارعة أو منازعة قضائية داخل محكمة. طيب، كل واحد يصيح ويقول أنا رأيي كذا، والثاني يقول طيب أنا كما رأيي قلت في كذا. البداية دكتور، كمواطن بسيط، هل ترى الحكومة تلعب وفقا يعني لما وصلنا إليه، سواء من اتفاقات أو من قرارات إلى آخره، هل الحكومة تلعب بما لديها بشكل جيد أم لا؟ هل تلوم الحكومة؟ لم يكن أمامها أي مخرج آخر يجتمع عليها في داخل. أنت عارف ليلة الاتفاق حتى آخر الليل كانوا لم يتفقوا على شيء. هل أنت تعلم هذا أم لا؟ اثنين، طبخ لهم مارتن غريفيثس كلام لا يقرأ ولا يفهم ولا يمكن تفسيره بأي حاجة، وتم اعتماده بعد ما وافق على الطرفين الحوثي والشرعية. وافقوا على الاثنين لأن كل واحد ممكن يفسره كما يشاء. وبعدين يجي يحضر الاجتماع وزير خارجية السويد ووزير خارجية بريطانيا والأمين العام للأمم المتحدة وكل السفراء من وراء الستار يضغطون أي وافقوا وافقوا وافقوا. هذا ما حصل. طيب لم يلعب أحد. أوكي، يعني قد يتفق معك كثيرون في هذا السياق، وربما من بينهم ضيفي الآخر الأستاذ وليد، لكن هناك من يطرح، وهنا أسأل الأستاذ وليد الأبارة، هناك من يطرح أن الحكومة لم تظهر بشكل قوي جدا فيما يتعلق بملفات في أثناء مشاورات السويد، تحديدا مسألة تبادل الأسرى، الملف الذي يبدو أنه ينجز بشكل جيد، لكن مسألة طلب المعلومات بخصوص الأسرى الموجودين لدى الحوثيين بهذا الشكل، أو المعتقلين والمختطفين الموجودين لدى الحوثيين بهذا الشكل، الطريقة التي تمت، هناك الكثيرين من طرح عليها الكثير من علامات الاستفهام. أستاذ وليد، دعني أقول لك فيما يتعلق في ملف الأسرى، سأجاوبك إجابة دقيقة في هذا الملف، لأن احنا في وزارة حقوق الإنسان مطلعين عليه بشكل كلي. أولا، تفضل. فيما يتعلق بالقوائم، يعني أقول على أن هناك قوائم دقيقة ومفصلة، سواء من اللجنة الوطنية للتحقيق الانتهاكات، أو من وزارة حقوق الإنسان، أو من تحالف منظمة المجتمع المدني، وحتى رابطة أمهات المعتقلين لديها قوائم متكاملة. هذا فيما يتعلق من ناحية. الجانب الآخر، الحكومة في هذا الجانب كما سبق وصرح وزير الخارجية سابقا بأنه بالفعل رئيس الجمهورية أخبر الوفد بأنه فيما يتعلق بالمعاناة المعتقلين نجيب الحكومة أن تقدم تنازلات. في الأخير هي مسؤولة أمام المجتمع بشكل كامل. إذن فيما يتعلق ملف، هناك توجيهات واضحة من فخامة رئيس الجمهورية، كل ما يتعلق بحياة الناس وكرامتهم ومعاناتهم يجب الحكومة بالفعل أن تذهب أو أن تتقدم للأمام في هذا الجانب. ولكن من خلال وجهة نظري أنا الشخصية، هناك بعض الملاحظات الجزئية فيما يتعلق بملف الأسرى. أولا، كان يفترض أنه لا يجب أبدا أن يتم مساومة أسرى حرب معتقلين سياسيين
ومدنيين وبعضهم أيضا مختطف. هذا من ناحية ثانية. أيضا ولا يليق أيضا أن تقبل الحكومة أن يكون لديها معتقلين أو مختطفين كما نصت الاتفاقية، لأن الحكومة فيما يتعلق بمواطنيها أولئك الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين نعم. وانضموا لجماعة إرهابية كان يجب أن يخضعوا للشروط الجنائية أو العدالة الجنائية ماذا أيضا؟ الوطنية بحسب القضاء. ماذا أيضا؟ ولكن في المجمل اتفاق الأسرى هو اتفاق إنساني بالدرجة الرئيسية. طيب أسألك أستاذ وليد، بما أن وزارة حقوق الإنسان هي المعنية بالملف الإنساني، هل القوائم التي أنتم تعدونها هي القوائم المعتمدة في اتفاق تبادل الأسرى في السويد؟ تم الاعتماد على أكثر من مرجع فيما يتعلق بهذه القوائم. أتحدث عن الوفد الحكومي الآن. الوفد الحكومي بالضبط، الوفد الحكومي لديه أكثر من مرجع، وزارة حقوق الإنسان هي واحدة من المراجع الرئيسية، وهذا السؤال كان يفترض يقدم لأعضاء الوفد. ما هي الأرقام لديكم حول هذا المسألة أستاذ وليد، حول مسألة عدد المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي؟ لأن مسألة التبادل هناك أرقام مختلفة حولها، 16,000 كما أعلن، لكن المبعوث الأممي يتحدث عن 4,000، 2,000 من كل طرف فقط. في ملف المعتقلين والأسرى دعني أوضح لك نقطة في غاية الأهمية. ملف المعتقلين والأسرى في كل البلدان التي شهدت نزاعات أو حروب هو واحد من أكثر الملفات تعقيدا، بل أن هذا الملف يستمر بعد إجراء سواء عدالة انتقالية أو فيما يتعلق بإجراء سلام أربع إلى ثمان سنوات. هذه نقطة. النقطة الثانية، أعتقد على أن هذا الملف سينتج عنه ملف آخر هو أكثر تعقيدا، وهو المخفيين قسريا. هذا الملف الآن هم كل طرف قدم ملف على أنهم معتقلين أسرى، ولكن سينتج من خلال المفاوضات أو من خلال تبادل المعلومات على أن هناك مخفيين قسريا، بمعنى على أن الحوثيين بالفعل لديه هناك أشخاص تم تصفيتهم ولم يعلن الطرف الآخر عنها، الحوثيين طبعا، وبالتالي هناك سينتج عن هذا الملف ملف. إلى الآن لم تجبني أستاذ وليد، هل اعتمدت الحكومة على الأرقام لديكم حول أعداد المعتقلين والمختطفين لدى ميليشيات الحوثي أم لا؟ نعم تم الاعتماد، ولكن لا أحد يستطيع أن يوثق كل المعتقلين. نحن نقول لدينا معلومات. كم الرقم الذي قدمته وزارة حقوق الإنسان إذن؟ 18,000 معتقل. طيب أعود إلى الأستاذ عبد القادر الجنيد. دكتور عبد القادر، يعني بشكل عام نحن أمام أزمة متعددة الملفات، هناك ملف إنساني، هناك ملف عسكري، وهناك ملف اقتصادي وغير ذلك. أنت تتحدث عن دور المجتمع الدولي بشكل كبير، هناك من يقول على أن المجتمع الدولي يضغط نحو تحويل هذا الصراع إلى أزمة ما بين طرفين سياسيين وليس ما بين انقلاب وشرعية. لماذا ذلك يحدث إذا كنت توافق على هذا على هذه المسألة؟ أنا أعتقد المجتمع الدولي ما فيش حاجة معينة برأسه. المجتمع الدولي طبعا خلاص هي كلمة فضفاضة الآن محصورة تقريبا ما بين بريطانيا وأمريكا. البلدان يمران بأزمات سياسية طاحنة داخلهما. اليمن ليست في هامش اهتماماتهما، مجرد موظفين في مكاتب في وزارة الخارجية البريطانية أو الأمريكية، بالكثير خالص هم اللي بيقوموها. يعني أنا أشتي أقلل من شأن المجتمع الدولي. اللي بعده قلت على ضغوطات هذا، ويمكن في اختلاف شوية ما بين بريطانيا وأمريكا، عليهم ضغوطات أن هذه فرصة جت من السماء بأن لا تكون المسألة كلها في اليمن بإيد السعودية، وعليهم ضغوطات أنه يجب إنزال شيء من العقاب ضد السعودية، وعليهم ضغوط من الرأي العام الداخلي بأن يظهر بأنهما قاما بالواجب وأنهما استجاب لمشاعر الرأي العام. تصور أخ وجيه إنه أكثر من هذا لا يوجد شيء برؤوسهم. يعني هذا الناس زينا، ناس بيقوم الصبح ويعملوا فرشة أسنان ويأكلوا ويشربوا ويريدوا أن ينتهي اليوم ويذهبوا إلى بيوتهم. هم لا يحملون هم اليمن مثل ما نحمله نحن ليل نهار. طيب إذا لماذا هناك انتقادات عليهم بأنهم يحاولون وضع المسألة وكأنها أزمة بين طرفين، ما دام لا يهمهم الموضوع، ما دام ليست هناك مصالح، إذا لماذا هناك لوم على المجتمع الدولي؟
هم دخل هم اخر. طيب ساحول الاجابه على سؤالك. تمام، الان السعوديه والشرعيه تتعرضان للضغوط، وحتى لا اريد ان اقول مجتمع دولي، من بريطانيا وشويه من امريكا، من الراي العام الامريكي اكثر منه من اداره ترامب شويه. لو قدروا السعوديه والامارات والشرعيه انهم يحنوا راسهم قليلا، ممكن كل هذه الضجه اللي نشوفها قدامنا تكون مجرد زوبعه ستاتي وستمر وسنعود الى حقائق القوه على الارض. هذه اعتبرها مجرد محطه، اعتبر ما يحدث من سنه 2011 حتى الان محطات، طريق طويل ومحط، وانت في حافله او اتوبيس او باص وتمشي كل يوم في محطة، كل يوم في محطة، كل يوم في محطة. اليوم اعتبر نفسك في محطة ستوكهولم، وبعدين نزلت لطريق فرعي، طريق الحديدة. ستأخذ وقتها ثم ندخل في محطة جديدة ولا لها قيمة. كل الذي سيحدث هو سيحدث ماذا يريد الناس على الأرض، ماذا تريد الإمارات، ما الذي ستعمله في الحديدة الآن وحتى في اليمن. الذي على الأرض هو من جهة يعني لازم نسمي الأشياء بمسمياتها عشان ما نجلسش نتوه. الذي على الأرض الحوثي من جهة، وعلى الأرض من الجهة الأخرى الإمارات. لكن هذا لم يرد في أي قرار من قرارات مجلس الأمن دكتور. خلاص إذن خليهم يشربوا ماء، هم القرار حقهم. تمام، الآن يعتمد على الحوثي ماذا يريد بالضبط أن ينفذه من كلام ستوكهولم، والإمارات ماذا تريد بالضبط. طبعا الإمارات ممكن معرضة للضغوط، الحوثي فاهم بالضبط ماذا يريد ولن يتزحزح خطوة أبدا، وسيصر على انتزاع غنائم طول الوقت. بالنسبة للطرف الآخر، نحن لا نريد، لا نعرف بالضبط النقطة التي ممكن أن تتوقف عندها الإمارات. طيب. أي كلام خارج هذا سيكون من باب يا إما التمني أو من باب التخمين. طيب أنتقل إلى الأستاذ وليد في نقطة معنية بذلك. هناك الكثيرين من يتحدث على أن الحكومة خلال مشاورات سويد كانت تنفس عن الضغط الدولي تجاه دول التحالف، تحديدا المملكة العربية السعودية والإمارات. كيف ترى هذه النقطة أستاذ وليد؟ المشكلة في اليمن هي مشكلة اجتماعية سياسية عسكرية اقتصادية بين الشرعية أو المشروعية الدستورية وما بين ميليشيا الحوثيين الانقلابية. المشكلة يمنية بدرجة رئيسية، وهناك دائما إرادة وطنية ممثلة بالسلطة الشرعية، وهي تسعى لإنجاز أو الالتزامات، سواء الالتزامات الوطنية أو الالتزامات الدستورية أو الالتزامات الأخلاقية تجاه شعبها. هذا من ناحية. والمشاورات التي جرت داخل ستوكهولم هي مشاورات بين الحكومة الشرعية وبين الحوثيين. صحيح أنه الأزمة اليمنية جرى تدويلها، وهناك لاعبين دوليين وإقليميين فيها، هذا لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، لكن المشكلة دائما تكمن داخل اليمن نفسها وبين الأطراف بين اليمنيين والحوثيين بدرجة رئيسية. هناك ضغوط دولية، من يريد على من يجد الحوثيين، الضغوط دولية على من؟ رأينا سبق وقلت لك هناك ازدواج فيما يتعلق بالقانون الدولي، وهناك ازدواج في تطبيق القانون الدولي الحقوقي والإنساني. على سبيل المثال دعني أشرح لك مقارنة بسيطة. الضغوط الدولية على الحكومة أم على التحالف؟ لأن هذه هذه النقطة المحورية في سؤالي. هناك ضغوط كبيرة على الحكومة الشرعية تحديدا، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الإنساني، وهذه الضغوطات لا تمارس من اليوم فحسب، بل تمارس منذ اليوم الأول، منذ دخول الحوثيين صنعاء أو منذ استأنفت المقاومة عملها داخل المطارح في مأرب. والمجتمع الدولي يمارس الضغوط الإنسانية. على سبيل المثال كان يمارس المجتمع الدولي ضغوطات، لأن العملية الإنسانية يجب أن تكون مركزية وبالتنسيق مع الحوثيين في صنعاء. كان يصر المنظمات الدولية على إرسال المساعدات إلى صنعاء، كان يصر البنك الدولي على التعامل مع وزارة التخطيط في صنعاء. إذن كان كثير من الضغوطات بسبب أن الحكومة لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه اللاجئين والنزوح وإلى آخره، خصوصا بعد سقوط صنعاء. فكان هناك الكثير من الضغوطات، هذه الضغوطات لا تزال تسير في نفس الاتجاه. هناك دول صاعدة داخل المجتمع الدولي مثل الاتحاد الأوروبي بالتحديد وألمانيا وبريطانيا، هذه الدول
تجد على انه ليس لديها حلفاء اقوياء داخل الشرق الاوسط، وكلما ظهرت قوى جديده تحاول ان تنفس عن نفسها وايضا ان تمد علاقاتها مع هذه القوى. هناك كثير من القوى النافذه داخل المجتمع الدولي ترى بان الحوثيين قوه يمكن ان تستثمر من خلالهم، من خلال ابقائهم في شمال الشمال كقوه عسكريه، وايضا من اجل تهديد جنوب المملكه العربيه السعوديه. ايضا هناك صفقات تاتي من خلال الصراع الاقليمي ما بين المحور العربي والمحور التركي ايضا، وايضا المحور التركي. طيب دعنا نفرض جدلا ايران. إذن كل نعم. هذه المتغيرات، كل هذه المتغيرات لابد أنها تمارس ضغوط الحكومة، تحاول أن تتعامل. دعنا نفرض جدلا أن هذه الضغوطات مستمرة على الحكومة من المجتمع الدولي لا من التحالف العربي. الآن هناك تفاهمات في السويد أعطت أو تعطي للجميع من اليمنيين، لكثير من اليمنيين تبدو وكأنها تضع الشرعية والحوثيين على طرف أو على سلة واحدة أو في سلة واحدة كطرفي مسؤولية. الآن يبدو أن من قام بالانقلاب على الحكومة الشرعية وعلى العملية التوافقية في اليمن يبدو أنه سيكون شريك في السلطة السياسية القادمة أيا كانت. ما هي خيارات الحكومة في هكذا وضع؟ لا أحد يستطيع أن في أي عملية سلام هناك عاملة ثقة، وعملية السلام تتم بالدرجة صحيح يوقع عليها السياسيون، لكن الإرادة المجتمعية هي الحاكم والمفصل في أي عملية سياسية. نحن نتحدث عن طرف ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم سلام ضد المجتمع اليمني، بل ضد كل فئات المجتمع اليمني، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل الجلوس أو بالتشارك مع جماعة تمارس الأعمال الإرهابية، لا يمكن بأي حال من الأحوال ما لم تنسحب هذه الجماعة من العواصم من المدن الرئيسية وتسلم أسلحتها. بدون تسليم أسلحة الحوثيين لا يمكن بأي حال من الأحوال بناء سلام أو صناعة سلام في اليمن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال انبثاق شكل توافقي جديد يمكن أن يعيد لليمن الاستقرار وأيضا استئناف العملية السياسية. الحوثيين جماعة عنفية مسلحة انقلبت على التوافق السياسي، ولا يمكن استئناف التوافق السياسي إلا بعد أن ينزع الحوثيين أسلحتهم. هذه هي جوهر طيب. الخلاف. دعني أنقل هذه النقطة إذن إلى الدكتور عبد القادر. هل تتفق دكتور مع هذا الطرح الذي يقول أنه ليس هناك مجال لأي عملية سياسية قادمة إلا مع تسليم الحوثيين للأسلحة؟ هل هذا ممكن الحصول؟ لا يمكن الوصول لحل سياسي سلمي في اليمن على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق، للأسباب التالية: الحوثي قرب السيطرة، والسيطرة لا شفاء منها، وقرب أنه يعمل يكتسب ثروات طائلة هو وأصحابه، وهذا داء آخر لا شفاء منه. والحوثي أيضا يظن أن معه حق إلهي بحكم اليمن، والحوثي يعتقد أن لا أحد في اليمن أو في الإقليم يستطيع أن يقف أمامه، والحوثي يعتقد بأنه ثور هائج، وأن هذا الهيجان هو ما واستعماله للسلاح والقوة هو ما أوصله إلى هذا المكان، فهو لن يتخلى عن نقطة القوة التي معه. ما الذي معه؟ هل هو وصل إلى ما وصل إليه بجاذبيته أو بمنطقه يعني أو كيف ببرامجه؟ أفهم إذن دكتور؟ كيف أفهم أنه ليس هناك مجال لحل سياسي، وأن في المقابل تقول الحوثي لن يسلم أسلحته؟ أيوة، هي هذه محطة وسيعود إلى، يجب الحوثي إما ينتصر أو ينهزم. أي كلام ثاني مجرد حش وسطور طويلة فيها توهان. لكن المجتمع الدولي حتى الكثير من الدول تقول على أنه، كثير من التصريحات تقول على أنه ليس هناك إلا حل سياسي في اليمن. مش فاهمين اليمن، لا يفهمون اليمن. طيب أعود إليك أستاذ وليد الأبارة. إذن
البعض يقول أن الكثير من يعني الخيارات لدى الحكومة موجودة إذا ما كانت قادرة على الفعل وليس على رد الفعل. هناك من يرى أنها تعجز بشكل كبير في مناطق سيطرتها، وهناك الكثير من الشواهد التي تؤكد ذلك، وأن استمرار الحرب بهذا الشكل، يعني إذا افترضنا جدلا قدرة الحكومة أو ضرورة عدم قدرة الحكومة الحوثيين على تسليم أسلحتهم، ليس هناك مجال لديهم أنهم يسلموا أسلحتهم بحكم طبيعتهم، فإن الحرب ستستمر والمأساة الإنسانية ستستمر. هل تتحمل الحكومة مسؤولية هكذا أمر؟ عادة فيما يتعلق حتى لو عدنا إلى التعريف الأممي للأزمة الإنسانية، عادة ما تعرف الأزمة الإنسانية بأنها من صنع البشر أو من صنع الطبيعة مثل الزلازل والبراكين أو تلك التي من صنع البشر مثل الحروب. دائما من يشعلون الحروب هم من يتحملوا هذه المسؤولية. صحيح هناك بعض الوهنات، لكن علينا أن نتذكر بأن الدولة اليمنية في عهد النظام السابق كانت تسمى دولة ضعيفة، ثم حينما انقسم الجيش في 2011 تحولنا إلى دولة فاشلة، وبعد أن اجتاح الحوثيون صنعاء وبقية محافظة الجمهورية تحولنا إلى دولة منهارة. الحكومة لا أحد يستطيع أن يقدم نموذج في العالم كامل إن لم تكن هناك مؤسسات قوية محوكمة وباسطة نفوذها على كل فرادها الوطني. إذن هناك بعض الوهنات وهذا لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ولكن هناك تحسن دائم وملحوظ في كل المجالات ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. فيما يتعلق بالحوثيين، الحوثيين يتحملون نتائج هذه المأساة. نحن نتحدث على أنه حصل انهيار كلي للدولة بعد اجتياحها ونهب الاحتياط النقلي وتدليل. أستاذ وليد، معنيته بتحمل المسؤولية، هل الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليتها وحماية اليمنيين؟ هل هي قادرة على المضي في عمليات دون عمليات عسكرية دون تكلفة إنسانية كبيرة باعتبارها المسؤولة الأول والأخير عن الدماء اليمنية؟ الحكومة تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتحرير كافة التراب الوطني وفيما يتعلق بتخفيف التكلفة الإنسانية. لا شك أن الحكومة تعمل على هذا الجانب. رأينا كيف تتعامل الحكومة الشرعية بمرونة قصوى فيما يتعلق بالمنظمات الإنسانية وآلية عملها وتواصلها. رأينا كيف تحاول بالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة وخصوصا متعلقة برامج الأغذية، أيضا ومن خلال التنسيق مع دول التحالف أيضا بتوفير الاستجابة دولية على الأقل تخفف هذه المعاناة بالحد الأدنى. طبعا فيما يتعلق هناك طبعا صعوبات وهناك أزمة حقيقية، ولكن لا يمكن لليمن أن يستقر إلا في حالة بالفعل تم السيطرة على واستعادة كافة التراب الوطني. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعود الاستقرار لليمن وهناك جماعة أصولية متطرفة تمارس العنف القسري والاختطاف والقسر المجتمعي لكافة اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها. نحن نتحدث عن فكرة ملغومة، عن 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 ميليشيات بالفعل مجرد وجودها بهذا الشكل وبهذه التركيبة العقائدية الأصولية هي مدعاة للحرب. حتى لو وجدت في أي فضاء آخر من هذا الكون لجلبت معها الحرب إلى ذلك البلد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا اجتثاث هذه الميليشيات أو بإمكانها أن تقدم الحل وأن تتنازل لمصلحة اليمن واليمنيين على الأقل. المسألة بسيطة جدا، انسحب من مؤسسات الدولة ومارس عملك كمواطن، وبإمكانك أن تتحول لحزب سياسي وأن تثابر من أجل الحصول على تقديم مشروع والتنافس عبر الصناديق الانتخابية. المسألة ليست سحرية، يعني بإمكان الحوثيين أن يجنبوا اليمن واليمنيين ما وصل إليه. فقط سلم أسلحتك وأيضا تحول لجماعة سياسية وانزل نافس عبر الصناديق الانتخابية. لا أحد يريد اجتثاث هذه الجماعة، ولا أحد يريد أيضا أن يحولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية. نحن ندعوهم إلى المواطنة، نحن ندعوهم إلى 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 إلى, إلى العيش المشترك. فقط سلم أسلحتك وتعود لك ما لليمنيين من حقوق وعليك ما عليهم. وضحت هذه النقطة، وضحت هذه النقطة سيد الأبارة. أعود إليك دكتور عبد القادر، تبدو أنت متشائم فيما يتعلق بالوضع باليمن، ما هي خارطة الطريق لديك؟ طيب أنا على فكرة لا أتشائم ولا أتفائل. أنا يعجبني أن أذكر الحقائق كما هي فقط. عندما تذكر الحقائق كما هي
بعد كذا ممكن تستنتج الحال. يعني أما كلام ومش موجود على الأرض طيب أعطينا أصلاً، الحل مش دكتور. ممكن، ما فيش حل. الحل هذا تشاؤم أصبح، يعني لابد أن يكون لا لا هناك لا حل، ليست اليمن الدولة الأولى التي تدخل في صراع. طيب أنا جاوب، أنت سألت وأنا جاوبك. تفضل. تمام، واحد إنه تذكر الحقائق كما هي. إيش هي الحقائق اللي ما فيش مفر منها؟ أنك الآن 4 سنين حرب. 2، أنك لم تحقق انتصار ساحق. 3، أنك غرقت في جبهات طفي لصي. 4، أنك تعثرت في إدارة المناطق المحررة. خذ بالك، أنا أقول هذا، أنا أصلاً مؤيد للشرعية والتحالف، بس لازم تذكر الحقائق. أنت تشتي حل، تريد حل، تريد حلاً، لن تصل إلى حل قبل أن تشخص الداء. ما هو المشكلة؟ بعد التعثر في المناطق المحررة، في إدارة المناطق المحررة، معك أنك دخلت في منازعات وتناحر بين مكونات الشرعية. كيف تدخل معركة وأنت تناحر بين مكوناتك، سواء يا شرعية أو يا تحالف؟ اللي بعده، قررت، وأنا أعني بهذا التحالف، قررت أن الزمن لصالح التحالف، لأن التحالف معه إمكانيات ضخمة، بينما على الأرض وفي الواقع الصح أنه طلع لصالح الحوثي وصالح إيران، وهم قد قربوا هذا النفس الطويل في 3 دول عربية سابقة واستولوا عليها. إذا أول طريق للحل أن تسمي، تشخص الوضع. أنا مش ممكن أداوي مريض من غير ما أشخصه، فشخص الأول الوضع. هذه المشاكل تريد الحل، بطل جبهات طفي لصي، خلي العاصمة عدن عاصمة للشرعية، يعني هو تعثر في المناطق المحررة، خلص المناطق المحررة من الانفلات الأمني، وفر خدمات، اجعل المناطق المحررة مناطق جاذبة لليمينيين. لو تعمل المناطق معلش أنا أطلب أنك تسيب لي مساحة أتكلم. طيب لو أعود خليت إليك أستاذ اليمن وليد، منطقة جاذبة، دعني أعود إلى أستاذ وليد بسؤال أخير. أستاذ وليد، يعني الآن ما الذي يمكن أن تقول، ما الذي ستعمله الحكومة؟ لأنه يعني دعم دولي يقول كثيرون أنه الأكبر لرئيس شرعي ما بالنسبة للرئيس عبد ربه منصور هادي. هناك تحالف عربي تدخل من أجل شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة أيضا. ما الذي ستعمل الحكومة إزاء كل ذلك الآن؟ ما هي خياراتها؟ سيظل خيارات الحكومة الشرعية هو الاعتماد على الجيش الوطني أن يقوم بتحرير كافة التراب الوطني أولا، وبالتحديد العاصمة التاريخية صنعاء العزيزة على وجدان كل اليمنيين، هذا بدرجة رئيسية. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، أنا أقول على أن المجتمع الدولي، وكما قال الدكتور عبد القادر، هو يعني ليس كل ما يقدمه المجتمع الدولي على أنه دعم للشرعية. بالعكس، هناك أجندة متداخلة داخل اليمن، وسواء من خلال نشاهد ذلك، يمكن أن نستنتج ذلك من خلال عسكرة البحر الأحمر، من خلال تدوير الأزمة اليمنية في كافة المجالات، ومن خلال ما يحدث داخل المنطقة بشكل عام. إذا نحن نتحدث عن انقسام، لا يوجد هناك توحد. لو كان المجتمع الدولي، لو أن المجتمع الدولي تعامل مع الحوثيين في اليمن كما تعامل مع داعش في العراق، لكان الحوثيين الآن لفظوا أنفاسهم الأخيرة، خصوصا وأنه بالفعل كل فئات المجتمع اليمني ضد الحوثيين. لكن ما حدث أن المجتمع الدولي لم يتعامل مع الحوثيين كما تعامل مع داعش. هناك تحالف دولي لمواجهة داعش، لكن الحوثيين لم يتدخل المجتمع الدولي حتى وصلوا إلى البحر العربي والبحر الأحمر، اجتاحوا كل تلك المحافظات. يعني دعني أشرح لك مثل بسيط جدا. بعجالة. حينما كانت قوات القذافي على مشارف بني غازي، تدخل المجتمع الدولي بناء على افتراضات بأن هناك مجزرة أو مجازر ستحدث في بني غازي، بينما الحوثيون اجتاحوا كل المحافظات اليمنية. طيب، ولم وضحت تدخل الصورة، المجتمع وضحت الدولي على النقطة، الإطلاق. إذا هناك زواج واضح. وضحت النقطة. أعود إليك دكتور عبد القادر بنصف دقيقة، ما الخيارات أمام الحكومة وما الذي ينتظره اليمنيين مستقبلاً؟ الحكومة يجب أن تعيد دراسة ما حصل في ال4 سنين الماضية، ويجب أن تضع أصبعها على مناطق الداء التي ذكرتها ولم أكملها.
اللي هي جبهات طفي للصي، تعثر المناطق المحررة اللي هي حروب، لا يعني ب ب ب ب بدون أفق للنهاية. بعدين ما بيعملوش حاجة سوا، ما بتحس إنهم بيشتغلوا، طيب يعيدوا ويغيروا لليمنيين، ماذا عن أدائهم. اليمنيين؟ حتى لأني محتاج أن أختم بعشر هذا ثواني. لليمنيين، ما في إلا اليمنيين اللي ممكن يعملوا كذا. التحالف لن يعمل شيئا والمجتمع الدولي لن يعمل شيئا. أشكرك إذا دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي، وكذا الأستاذ وليد الأبارة مدير مركز البحوث في مدير دائرة البحوث في وزارة حقوق الإنسان. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والإنصات. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.